أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو قولكم في من يمنع تكفير غير المسلم كاليهود والنصارى والمشركين وغيرهم، وإنما نقول الآخر والرأي الآخر وقول الآخر إلى غير ذلك من العبارات؟ تقدم لكم في نواقض الإسلام أن من لم يكفر الكفار فإنه كافر، لأنه يرى صحة الكفر وأنه مذهب صحيح وأنه رأي آخر، هذا يكفر بلا شك. من لم يعتقد بطلان الكفر والشرك ويقول هم أحرار ولهم عقائدهم ولا نحجر عليهم، هذا كفر بالله، ردة عن الإسلام. نعم، أحسن لأنه الله سوى بين الإيمان والكفر وقال كله آراء، رأي والرأي الآخر، هذا سوى بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان والشرك والتوحيد، هل بعد هذا الكفر كفر؟ نعم.